أسئلة. هل جدتي تسألني عن بعدة الكبار؟ هل جدتي تسألني عن لعبة الكبار وعن الذي الصغار عن الضريع والعربي ترى شر يقترب أم أن عهدا من ذهب قد رفع عنه الحجب؟ هذا النصح الربيع العربي لشاعر جميل المتحرر الحداثي أمين العصري صاحب رسول الله. نحن في مجلس دار الشباب وفي جمعية الأمل لم نحتفي ولن نحتفي إلا بالكبار. هذا عهد قطعناه على أنفسنا. فنتفضل أمين لنستمع إلى نص من نصوصه ليكون خير ما نختم به هذا اللقاء. هذا اللقاء جميل بحضوركم بجمال أرواحكم. نسيم تاركا وراءه رحمة من الأفكار غير المنتظمة عن مستقبل خسارة الشمس وارتفاع ليلة الشتاء الماضية وادعاء النار بحقها في غياب الصباح، سار في جميع الأنحاء حيث غدا حلما بالذكريات ليتهزم مزيدا من الظلام بعيدا عن صخر هذا العالم. وحده أخذ يتنفس مثل تنين وبشدة أخذ يخرج ثغراته الثقيلة كإطار من صدره وهو يحاول جاهدا أن يضع حدا لسعادته المستمر بالطريقة القديمة، معاملا سقف ركبته المغلقة عليه بإحكام وبطريقة أو بأخرى قام بإزالة بيت العنكبوت الذي كان يجرح الهواء وهو يحاول ترتيب حدود الضوء المتدنية من مقلوب شجرة حياته بجذرها المتشعب لفتح نافذة شعرية جديدة على خياله الفذر والكتابة قصيدة لمعنى بلا معنى كرسالة أخيرة إلى نفسه.